الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعظيم إمكانات قطاع الزراعة في مصر ومواصلة العمل على تحسين أوضاع الفلاحين. وزير شؤون المجالس القانونية ومجلس النواب يؤكد أن طلبات نواب البرلمان بشأن مشكلات المواطنين محل دراسة من الحكومة. بدء تنفيذ الاتفاق بين أنقرة وأوروبا بشأن اللاجئين ووصول أولى الدفعات إلى تركيا. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في مستهل بانوراما الساعة الرابعة عصرا من قناة النيل للأخبار بالقاهرة. مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعظيم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة في مصر، والعمل على تطوير الأساليب والأدوات الزراعية والتوسع في استخدام الري المطور والحديث، مشيرا إلى أن ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما شدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم مع عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة مواصلة العمل على تحسين أوضاع الفلاح وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي وتوفير أصناف التقاوي والبذور الزراعية المحسنة عالية الجودة والإنتاج. وأشار الرئيس إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة بما يعظم من العائد الاقتصادي لهذا القطاع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن وزير الزراعة استعرض الموقع التنفيذي لمشروع 1.5 مليون فدان، حيث أوضح أنه جار لانتهاء من الخطوات اللازمة لبدء عمل شركة تنمية الريف المصرية. قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي إن الحكومة استمعت أمس لمطالب النواب بشأن مشاكل المواطنين في دوائرهم، وأن كل مطالب الأعضاء محل دراسة من الحكومة. وأوضح العجاتي في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن الحكومة ستأخذ نسخة من المضابط الخاصة بطلبات النواب خلال الجلسات المخصصة للاستماع إلى البيانات العاجلة من النواب، مشيرا إلى أن هذه المطالب ستكون تكملة لبرنامج الحكومة. وأكد حرص الحكومة على المشاركة في اجتماعات اللجان الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب، منوها إلى حضور 5 وزراء حاليا في لجنتين داخل المجلس. أدان الأزهر الشريف الحادث الإرهابي الذي استهدف كمينا لقوات الشرطة بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وأسفر عن استشهاد رقيب شرطة وإصابة 2 آخرين. وتقدم الأزهر الشريف في بيان له بخالص عزائه للشعب المصري وأسرة شهيد الواجب الوطني. كان مصدر أمني قد أعلن استشهاد رقيب شرطة وإصابة ضابط وفرد شرطة إثر هجوم مسلح وقع اليوم على أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة الخصوص بالقليومية. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 149 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد نقيب احتياط عبد السلام عبد الحافظ. بدأ الاحتفال باستعراض مجموعات من الطلبة المهارات الرياضية والبدنية التي اكتسبوها خلال دراستهم بالكلية وإتقان فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم باستخدام السلاح وبدونه، وعرض المهارات الخاصة ومهارات الاشتباك الحر والتعامل مع أكثر من خصم في وقت واحد. وأكد الفريق أول صدقي صبحي في نهاية الاحتفال أن التاريخ العسكري يذكر بكل الفخر والاعتزاز لأبنائه من الضباط الاحتياط دورهم في خدمة الوطن وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره خلال مرحلة دقيقة من تاريخ مصر الحديث. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل انطلق مؤتمر تحت عنوان دور الجمعيات الأهلية في التصدي لظاهرة الزيادة السكانية والتطرف والإرهاب. شارك في المؤتمر عديد من الجمعيات الأهلية وعدد من المسؤولين من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. أصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة الوطن إنها الزيادة السكانية،
خاصة في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني في مصر والذي يزيد على أي معدل في العالم بسبب سوء توزيع السكان. وهنا يتضح تعاون المجتمع وتضافر جهوده، خاصة جمعيات المجتمع المدني. لابد أن نعمل في المجتمع المدني وأن نكون قدوة في الشفافية وفي إتاحة المعلومة وفي المراقبة على أنفسنا قبل ما نبقى مراقبين على الحكومة وعلى المجتمع بشكل عام. النقطة الأخرى اللي في محور استراتيجيتنا بعد التشريع وبعد البيانات هو التمويل. في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تحدث الزيادة السكانية اضطرابا مجتمعيا مما ينتج عنها العديد من المشكلات. تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة. هذا التوازن مهم للغاية لتقدم البلد وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة. المشاركون أقروا بالمؤتمر أن زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق وفرص العمل ينذر بعواقب أبرزها ظاهرة الإرهاب، قضية أطرافها متعددة وتمتد جذورها إلى كافة أفراد المجتمع. فالزيادة السكانية مسؤولية الدولة والمجتمع المدني، والتصدي لها ما يحدث التوازن بين التنمية ومشكلة السكان. رمضان المطعني، النيل. استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مقر إقامته بقصر القبة اليوم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للتحضير لأعمال القمة العربية الدورية المقررة في نواكشوط نهاية يوليو المقبل. ووصف العربي لقائه مع الرئيس الموريتاني بأنه مهم للغاية، حيث تركزت المناقشات بالأساس حول عقد القمة العربية في دورتها 27 في نواكشوط والترتيبات اللوجستية والفنية المتعلقة بها، بالإضافة إلى أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمالها. وقال العربي إن هذه القمة تنعقد وسط اضطرابات عديدة تشهدها العديد من دول المنطقة. وصلت أول مجموعة من اللاجئين إلى تركيا قادمة من اليونان مع دخول الاتفاق التركي الأوروبي حيز التنفيذ بشأن اللاجئين. وبموجب الاتفاق بين الاتحاد وتركيا فإن أنقرة ستستعيد كل المهاجرين واللاجئين، ويشمل ذلك السوريين الذين يدخلون اليونان بطريقة غير مشروعة مقابل أن تمنح أنقرة أموال ويسمح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد دون تأشيرة دخول. على الرغم من تحفظات العديد من المنظمات الحقوقية، بدأ سريان الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أو ما أطلق عليه مبدأ مقايضة اللاجئين لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. فالدفعة الأولى من المهاجرين المرحلين وصلت إلى بلدة ديكيلي على الساحل التركي قادمة من جزيرة ليسبوس اليونانية برفقة ضباط وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، بالإضافة إلى قوات أمنية يونانية. مسؤولون أتراك كانوا في استقبال المهاجرين العائدين ومعظمهم من باكستان وبنغلاديش وفقا للمتحدثة باسم فرونتكس. وتنص بنود الاتفاق على استعادة أنقرة لكل المهاجرين واللاجئين بما في ذلك السوريون الذين يدخلون اليونان بطريقة غير مشروعة، مقابل أن يستقبل الاتحاد الأوروبي آلاف اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا على ألا يتجاوز عددهم 72 ألف لاجئ، وأن يمنح الاتحاد أموالا للحكومة التركية ويسمح للأتراك بالسفر إليه دون تأشيرة، إلى جانب بدفع مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد. وزير الداخلية التركي دافع عن إجراءات حكومته موضحا أن السوريين المرحلين من اليونان سينقلون إلى مخيمات لاجئين، في حين سيعاد اللاجئون الآخرون إلى بلدانهم. أما في ألمانيا فقد أكد وزير الداخلية أن ذروة أزمة اللاجئين قد انتهت، على الرغم من أن الاتفاق لا يحل سوى أزمة 50 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان أواخر شهر مارس ولا يزالون عالقين منذ إغلاق طريق البلقان. في المقابل حذر مسؤولون في منظمة الأمم المتحدة من تعرض المهاجرين لعملية ترحيل جماعية دون مراعاة لحقوقهم أو ضمانات قانونية في إطار الاتفاق الذي اعتبرته منظمات حقوقية صفعة تاريخية لحقوق الإنسان
مشيرة إلى أنه لن ينجح سوى في ابتكار المهربين لطرق جديدة تزيد من حجم الأخطار التي تواجه المهاجرين. تظاهر مواطنون إيطاليون ونمساويون كانوا قد اتفقوا على الالتقاء عند معبر برينر الجبلي الواقع بين البلدين احتجاجا على قيود موضوعة للحد من تدفق اللاجئين. المتظاهرون الذين كانوا قد تجمعوا تلبية لدعوة مجموعات دعم إيطالية للاجئين يطالبون بضرورة إيقاف الحروب بدلا من وقف الهجرة. تعبيرا عن احتجاجهم على قيود موضوعة للحد من تدفق اللاجئين، تظاهر إيطاليون ونمساويون كانوا قد اتفقوا على الالتقاء عند معبر برينر الجبلي بين البلدين الواقع على ارتفاع حوالي 1300 متر. معبر برينر الجبلي الواقع على الحدود الإيطالية النمساوية من المتوقع أن يشهد خلال الأيام القادمة إجراءات مراقبة مشددة للحد من تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى النمسا حسب ما أعلنت الحكومة النمساوية. المتظاهرون الذين كانوا قد تجمعوا تلبية لدعوة مجموعات دعم إيطالية للاجئين يطالبون بضرورة إيقاف الحروب بدلا من وقف الهجرة، وهم أيضا من يؤكدون أنه لا يوجد مهاجر غير شرعي، مشددين على ضرورة فتح الحدود الدولية. تقارير صحفية قالت إن قوات الشرطة النمساوية استخدمت قنابل مسيلة للدموع من أجل صد متظاهرين حاولوا اختراق طوق أقامته، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة النمساوية تعرضوا للرشق بالحجارة والزجاجات. يذكر أن السلطات النمساوية كانت قد أعلنت أنها عازمة على فرض مراقبة شديدة يشارك فيها الجنود عند معبر برينر من أجل وقف حركة المهاجرين. وللمزيد من الرأي والتحليل معنا من دمشق الدكتور إبراهيم زعير المحلل السياسي. دكتور، كيف تابعت وصول أول مجموعة من اللاجئين إلى تركيا قادمة من اليونان مع دخول الاتفاق التركي الأوروبي حيز التنفيذ بشأن اللاجئين؟ يعني أنا أعتقد يعني هذه المسألة المأساوية إنسانيا يعني لعبت فيها تركيا كثيرا وابتزت الاتحاد الأوروبي وأرغمته على دفع 3 مليار يورو سنويا من أجل تأمين هؤلاء اللاجئين على الأراضي التركية. حقيقة يعني كان من المفترض على الاتحاد الأوروبي وتركيا، لا نقول عليها، أن تغلق حدودها أمام تدفق الإرهابيين إلى الداخل السوري الذين كانوا هم السبب الأساسي لرحيل هؤلاء المهاجرين اللاجئين إلى تركيا ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي. لذلك أنا بتصور هذه المشكلة ستبقى قائمة وهناك عذابات كثيرة لأبنائنا وأهلنا السوريين الذين أرغموا على الهجرة من المناطق التي غزاها الإرهاب الداعشي والنصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية. لو كان هناك إنسانية حقيقة لدى الاتحاد الأوروبي على الأقل ساعد في إيجاد حل